طب مصطفى اجي لك، يعني موسم كان طويل الاول، خلينا نتكلم على الانجاز اللي معانا يعني في الاستوديو، هم 3 بطولات العظماء الثمانيه متتاليين ورا بعض، 3 مواسم كاول لاعب في التاريخ في العالم يحقق البطولات الثلاثه دول ورا بعض، صح؟ طبعا الحمد لله، يعني الحمد لله والله. طبعا ضغط كبير جدا الفتره الاخيره، يعني انا النهارده ان شاء الله ناوي اتكلم عن حاجات كتير، يمكن لاول مره جمهور الاهلي لازم يعرف، جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي لازم يعرف يعني الحقيقه كامله، ان انا دايما كنت بحاول على قد ما اقدر، هي في تمشيه امور، في يعني سياسه امور، بس طبعا لما احنا نخش في وقت زي ده، وقت عصيب زي ده كلاعب وكحد بيمثل مصر يعني الحمد لله، يعني بطولات وكنت رقم واحد من فتره لولا الوقف، و يعني ما كانتش احسن حاجه طبعا، سيزون بالنسبه لي وكان اقوى سيزون ليا، وفي نفس الوقت برضو اصعب سيزون ليا، وتوقفت وانت رقم واحد، الموضوع كان صعب جدا طبعا. وانت احد المرشحين لافضل لاعب في الموسم، يعني بالظبط انت احد اللعيبه المرشحين. طب خليني قبل ما اروح واتطرق للجانب ده، دول ال3 بطولات اللي انت حصلت عليهم العظماء الثمانيه، وتبقى بطوله صعبه وفيها اكبر ثمانيه وماتشات ما فيش مباراه سهله، اصعب واحده في الثلاثه مين؟ لا هقول الاخيره الاخيره. الاخيره ليه؟ الاخيره البطوله دي صعبه جدا، البطوله دي يعني يمكن احنا 8 بس اللي بنلعبها، فاول ماتش يعني يمكن اصعب ماتش عادي، ممكن تلعب مثلا شورباجي اول ماتش عادي، ناس طبعا لسه مفيش داخل اللي هو بتسخن كده في البطوله، لا بتلاقي ناس تقيله جامده في وش جدا، الترابيزه. يمكن ديجو الياس اللي برضه البيروفي، علي فرج، عندك ناس تقيله جدا ممكن تلعبها اول ماتش ومجموعه، وممكن تطلع بره المجموعه خالص، فالموضوع كان صعب، بس دي ليها قصة تانية وليها طعم تاني خالص. كان بعد بطولة، كان بعد وقفي، وبعد كده لعبت بطولتين، بطولة العالم خسرت في نص النهائي، وبعد كده بطولة الجون خسرت في النهائي، طبعا يعني الحمد لله ايه محتاج البروجرس جه تطلع، بعد، محتاج اطلع واحدة واحدة، بعد كده كانت البطولة دي.